بعض من يدفنون أمواتهم يقولون يجعلون فوق قبر ميتهم صخرة ويتم طلاؤها بلون معين لكي يميزوا قبر ميتهم، فما حكم مثل هذا العمل؟ أما وضع الصخرة والحصاة لا بأس، علامة على الميت لا يعرفها إلا من وضعها، وأما صبغها فلا يجوز، لا يجوز صبغها وتلوين القبور، ما يجوز هذا، ممنوع. نعم.